ده عيد ميلادي، لكن مفيش حد جه علشان يهنيني. أنا وحيدة جداً وحزينة. إيميلي، جولدي، رجعي لي الإسورة بتاعتي دلوقتي حالاً، وبطلي تاخدي حاجتي. أوه، مش ممكن، الحفلة باظت. ده أسوأ يوم في حياتي. ما تقلقيش، اتفضلي إسورة صداقة. هنقطع قاعدة إسورة شكل راس اليونيكورن من ورق فوم سميك، ونضيف طبقة من صمغ ألمر، ونرشها بجليتر، نزينها بالترتر والمايكا، ونثبت فالكرو، ونعمل إسورتين. مين هنا؟ هاي، ده أنا يونيكورن. أنا بهلوس. أنا مش هلوسة، أنا صاحبتك. الأساور السحرية مش بتكذب أبداً. السيلفي طلعت حلوة فعلاً. خلينا نشوف جابت كام لايك. صفر. طيب ودلوقتي؟ لسه ولا حاجة. ممكن أبص بصة؟ طيب. مملة، تعالي ورايا. تصوير، اتحركي وقفي. دي نفعت. يلا نبص بصة. التيك توك ده زي النار، لايكات كتيرة قوي. هاي، عملناها، رأسة انتصار اليونيكورن. ودلوقتي معركة بالمخدات، دي مسلية جدا. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ اختي اتجننت. إيميلي مش عارفة ان الشخص اللي مع الاسورة السحرية بس هو اللي بيقدر يشوف اليونيكورن. هاي، ده وقت الغدا. ايه؟ فين غدايا؟ يونيكورن، انتي اكلتيه؟ استني. سحر اليونيكورن. هنلمع بوت بيبسي بورق الصنفرة. هنحدد الكتابة بحجارة راين واللوجو، وبعدين نغطي باقي العبوة. واو، ده جميل، أنا لازم أجربها. واو، جولدي، اتفضلي شوية. شكرا. المشاركة مع أصحابك شعور حلو جدا، مش أنا صح يا يونيكورن؟ فستاني عجبك؟ في حاجة ناقصة. مفيش هنا حاجة ممكن أستخدمها. أنا عارفة. النجمة دي هتكون اكسسوار هايل. عجبتك؟ الاكسسوار ده هيخلي شكلك مدهش. واو! هنعمل قاعدة لحلق كبير من السلك. هنثبت السلك بنجمة على قاعدة بلاستيك مجسمة، ونغطيها بجيل ملمع ضوافر، ونملاها بالترتر، وننشفها لدقيقة واحدة تحت لمبة يو في، ونوصل القطع. واو، النجمة دي مميزة جدا. شكرا ليكي. كم كتاب دراسي تاني وممكن امشي؟ أوه لا، انا ممكن اقول باي باي لشنطة ظهري. خليني افكر. خديني بدل شنطة الظهر. أوه واو، شنطة ظهر يونيكورن فكرة هايلة. هنقطع أجزاء اليونيكورن وقلب من ورق فوم بجليتر. هنعمل قطع، ونضيف ديل كوسكوزح، ونثبته بقطعة ورق فوم، ونثبته في شنطة الظهر من الأمام، ونضيف له ودان يونيكورن وقرن.
ونلزق فيه خصلة. واو! ده فصلي. اديني الكتب الدراسية. شكراً. إيميلي، تحبي تشربي شوية شاي؟ استني، حركي المج بعيد عن الكمبيوتر. إيه ده؟ أنتي أخدتي مشبك شعري تاني؟ هاي، ده مش زي ما أنتي فاكرة. هاي جولدي، أنتي كويسة؟ انتي محتاجة لشوية كسكسح. يونيكورن، انتي اكيد عارفة هتفرحيني ازاي. هاي، انتي مالك؟ احنا محتاجين لبذور كسكسح هنا. مطر الكسكسح طبيعية في أرض اليونيكورن، لكن بعد مطرة زي دي النباتات مش هتكون زي ما هي. هنضيف محصول سكيتلز بألوان كسكسح في كيس بلوك، ونسب السحابة من ورق فوم بجليتر، ونضيف ليبل. أنا عارفة ريحة كسكسح دي فعلاً. خدي شوية. واو، واضح إنك كنت فعلاً جعانة. أها، هي جولدي بتعمل إيه؟ أكيد في حاجة رقيقة في كومة الهدوم دي. لكن في هنا يونيكورن. يا ترى هعمل إيه؟ أنا ما عنديش حاجة ألبسها خالص. يا ترى المفروض نروح نعمل شوبينج؟ أيوة. جولدي اشترت حاجات حلوة كتيرة من المول، وكلها لليونيكورن. ودلوقتي ده وقت شراء الهدوم. مش فاضل معايا أي فلوس. أنا هفكر في حاجة دلوقتي حالاً. تمام، هنثبت السلاسل الملونة في سلسلة فضة باستخدام حلقات توصيل، ونثبت سلسلتين متقاطعين مع سلسلة رئيسية. دي ليكي. واو واو، ده هيخلي شكل أي طقم يكون راقي. وادي السيريال، مش قادرة أوصله. هو عالي قوي كده ليه؟ لو سمحتوا حد يساعدني. شكرا. اوه لا، مفيش فايده، مش هتقدر تعمل ده من غيري. ما تقلقيش، سحر اليونيكورن هيساعدك. هنرسم مخطط يونيكورن على ماسك قماش. ونغطيه بالوان اكريليك. ونضيف صمغ المر، ونرش بجليتر بألوان كسكسح، وننفخ الزيادة. هو ده سحر؟ دي حاجة مشوقة جدا. واو، شكرا قوي، السحر فعلا نجح. أوه، سيريال. أنا هفطر. هاي، سيبيها، دي بتاعتي. لا، دي بتاعتي. وبس، دلوقتي ما حدش هيقدر يفطر. المفروض اتعامل مع الفطار بدلهم. هنخلط الحاجات دي. خلصت. دي لسه سخنة. ألو،
دليفري؟ أنا عندي طلب مستعجل. آه، ده كان سريع. ده ليك، خلي الباقي علشانك. آه، عيش سحري بالجنزبيل. هنفرد عجينة عيش بالجنزبيل ونقص منها دايرة. هنخبزها لمدة 15 دقيقة عند 175 درجة مئوية ونزين عيش الجنزبيل بالآيسينج. واو، ده ريحته حلوة قوي. هو ده انتي؟ خلينا نتشاركها. يامي، لذيذة، رجعت كأني طفلة تاني. يلا بينا نخرج. استني، إيميلي حزينة، لكن أنا ممكن أعالجها. إسورة سحرية. إيه اللي بيحصل؟ إنتي يونيكورن؟ آه أيوة، وطول ما إنتي لابسة الإسورة هتقدري تشوفيني. إيميلي، في إيه مالك؟ واضح إن اليونيكورن عملت ده. يا ترى عجبكم الفيديو بتاعنا؟ يبقى قولولنا في التعليقات لو تحبوا يكون عندكم صديق مش عادي. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات جديدة مضحكة من تروم تروم.